زي ما قلت لحضراتكم كالعادة دائما بيكون عندنا فقرة صنع في الأهلي. فقرة صنع في الأهلي النهاردة هيكون معانا نجم الكرة الطائرة السابق كابتن أحمد زكريا. كابتن أحمد زكريا نجم الأهلي السابق للكرة الطائرة، بدأ مشواره مع النادي الأهلي سنة 76 واستمر في القلعة الحمراء لموسم 91. حقق خلال مشوار مع القلعة الحمراء 19 بطولة، 11 دوري، 4 كاس، 3 أفريقيا وبطولة عربية، وحصل على جائزة أفضل بلوك في بطولة أفريقيا 83، وقاد منتخب مصر فنيا كابتن أحمد زكريا واحد من نجوم كرة الطائرة في مصر والنادي الأهلي. صنع في الأهلي كابتن أحمد زكريا. وفاصل، وبعد هذا الفاصل النجم الكبير كابتن أحمد بلال في ضيافة البيت الكبير. أنا ابتديت في نادي النصر مصر الجديدة سنة 1971، يعني حوالي من 51 سنة. لعبت 4 مواسم في نادي النصر. احنا تقريبا كانت 4 سنين كلها حققنا بطولات فيها، حققنا تحت 16 سنة كسبنا بطولة الجمهورية، تحت 18 سنة خسرنا فاينل من النادي الأهلي كان سنة 75. لعبت من منتخب ناشئين سنة 74، لعبت الدورة العربية المدرسية كانت 75 في الإسكندرية، وبعد كده لعبت في الفريق الأول وأنا كنت في نادي النصر، وبعدين انتقلت بعد كده سنة 76 انتقلت للنادي الأهلي، لعبت الفريق الأول هنا سنة 76، بعدين أحدثوا بطولة تحت 20 سنة. فتاني سنة سنة 77 لعبت تحت 20 سنة، كان سني يسمح ان العب 20 سنة. بعد كده نفس السنة يعني كان في حصلت عدد نقص عدد في الفريق، فيعني غيرت من 20 لعبت المدو ممتاز. لعبت لحد سنة 91 اعتزلت، كانت آخر مباراة لي سنة 91. حوالي 16 سنة لعبت الفريق الأول، كسبنا الدوري حوالي 11 مرة، الكاس كسبنا 3 مرات، كسبنا بطولة عربية مرة واحدة كانت في 87 في الأردن، كسبنا بطولة أفريقيا. أنا لعبت أول بطولة أفريقيا كانت سنة 81، كانت في لعبنا نادي الجزيرة، وكانت أول بطولة أفريقيا نلعبها، والحمد لله كسبنا البطولة دي وكسبنا فريق كان الفرنسي. سنة 83 برضه كانت بطولة أفريقيا في القاهرة وكسبناها الحمد لله. وكسبنا سنة 91 بطولة أفريقيا برضه كانت في نادي الزمالك، ويعني دي 3 بطولات اللي احنا كسبنا فيها بطولة أفريقيا يعني. فتربينا جوه النادي الأهلي، شفنا عظماء النادي الأهلي، شفنا الأسر اللي كانت أصيلة بقى قوي من زمان قبل ما النادي الأهلي بقى يتفرق كده ويبقى في فرع مدينة نصر، فرع الشيخ زايد، فكنا كلنا يعني فريق اليد، فريق الطايرة، فريق الباسكت، فريق القدم، كنا كلنا يعني، فكان هدفنا كل واحد ان احنا يعني نحقق فعلا احسن بطولات للنادي الاهلي ونسعد الجماهير ونسعد الاعضاء. فكنا يعني هي دي كانت الروح، الحمد لله الواحد شبعان من ساعتها ان احنا لعب في النادي الاهلي، ومش حاسس ان انا ما عنديش بقى خلاص يعني حاجه ممكن احققها تاني يعني. الحمد لله ممكن الاداره بتدي لنا حقيقه اختيار ان احنا نختار اللعيبه اللي تيجي النادي الاهلي، مثلا ما يجي موسم مثلا استغنى او حاجه، لا احنا عايزين لعيب الهولندي اللي ماشي. احنا مثلا جالنا محمد شعراوي، جالنا الله يرحمه خالد الشموطي، احمد الشموطي، احنا اخترناهم يعني، احنا لا عايزين اللعيبه دي عشان هم دولت يعني نفس المبادئ بتاعتنا، نفس القيم، نفس الاخلاق وبتاع. فهو دي احنا يعني دي اللي اتربينا عليه، وكنا بنحب ان احنا يبقى فرقه البولي فعلا كانت فرقه مميزه جدا يعني. انا كنت بقول ان احنا كنا يعني بالنسبه لكابتن محمود فرج احنا كنا اسهل لعيبه بالنسبه له، ان احنا يعني ما كانش محتاج ان هو يمارس علينا ان هو يبقى كابتن فرقه، ان كل واحد كان هو يعني كل واحد مسؤول عن نفسه ومسؤول عن الفرقه، مش محتاج حد يقول له اعمل كذا، نام كذا، او اتمرن، او يعني كان كل واحد هو فعلا كابتن لوحده يعني. فدي كانت ميزه الجيل بتاعنا. احنا ربينا لما تربينا كان لسه ما فيش الجماهير او يعني كان كلها اعضاء النادي، كلها كنا يعني كنا اسره واحده فعلا. كان كل اللي بيحضر الماتشات كنا هم اصحابنا وكلهم حبايبنا. دلوقتي بقت اختلف شويه، بقى فيها الجمهور خاص للنادي الاهلي فلا يقبلوا طبعا الهزيمه دي، واحنا طبعا يعني احنا بنشتغل على هذا الاساس ان احنا نبقى دايما رقم واحد يعني. لكن هو احنا بننافس طبعا فرق كثيره وكل برضه بيحاول ان هو يكسب وبتاع، فاحنا يعني هي منافسه شريفه في الاخر بتصب في مصلحه النادي وبتصب في مصلحه المنتخبات، وده اللي هدفنا ان احنا
يبقى عندنا لعيبه دايما كلها في المنتخبات مصر يعني. طبعا النادي الاهلي ده يعني ما اقدرش اقول الواحد ده بيتي، والواحد على طول متواجد فيه، الواحد اتربيت فيه وبقى لي حوالي 45 سنه في النادي الاهلي ده، واعتبر انا يعني زي ما بقول كده ده دين عليا ان احنا بنأديه للنادي الاهلي، ان احنا اتعلمنا كل حاجه كويسه في النادي الاهلي يعني الحمد لله. فاحنا بنحاول نعلم الاجيال بتاعتنا دي برضه هذا الانتماء للنادي، والجماهير ان احنا بنوعدهم ان احنا بنقدم لهم احسن حاجه في الناشئين، على اساس الناشئين دول يلعبوا في الفريق الاول يعني كده. فده احنا دايما هو هدفنا ان احنا نغذي الفريق الاول باللعيبه المميزين يعني. يمكن ابتدى دلوقتي يعني كان في محمد الحسيني، في اسامه زياد اسامه، في حمزه الصافي، كان في برضه يوسف الصافي، كل دولت من ناشئين النادي الاهلي، وان شاء الله في اللي جاي برضه هيبقى في عدد كتيره 7 8 كده ممكن يلعبوا في النادي الاهلي فريق الاول ان شاء الله.